عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبيعة النفس البشرية معقدة جدا، وربنا خلق النفوس فيها الخير وفيها الشر، والحالة النفسية كفيلة جدا انها تتحكم في حياة الانسان كلها. لازم نعرف ان المرض النفسي هو اشد واخطر بكتير من المرض العضوي. مين فينا ما مرض بأزمات في حياته، وده سبب الصراعات اللي بنقابلها في حياتنا كل يوم. لكن في اللي بيعترف بمرضه ويقول انا مريض ومحتاج مساعدة، وفي اللي بينكر حالته، وده طبعا سبب خوفه من نظرة المجتمع عليه. وعشان كده النهارده هنتكلم بكل وضوح ومن غير اي اقناع بفكرتنا شطر صحتك النفسيه مع ضيفنا الدكتور احمد الروبي، اخصائي وباحث ودكتوراه في الصحه النفسيه بمركز المسير للطب النفسي للادمان اللي منورنا النهارده. برحب بك يا دكتور، مشرفت في عاش الشباب. اهلا وسهلا بيك، صباح النور. مرحبا بحضرتك يا دكتور، منورنا في عاش الشباب. دكتور، في ناس كتير بتمر بضغوطات في حياتهم، ناس في تعب، في مشاكل في الحياه، بيواجهوا حاجات كتير. ازاي، امتى يعرف ان هو عايز يروح لدكتور نفسي؟ في الوقت ده هل يروح لمتخصص ولا يعمل ايه؟ اولا انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. احنا اسعد والله. وصباح الخير على كل المشاهدين، وبشكر قناه الصحه والجمال وكل القائمين على البرنامج. بدايه يعني انا بحييك على السؤال ده، اللي هو الناس بتمر بمشاكل، طبيعي ان الحياه يبقى فيها مشاكل ويبقى فيها ضغوط، بس امتى ابقى محتاج اروح لمتخصص، سواء طبيب نفسي او عصبيه او اختصاصي نفسي؟ طبعا احنا عندنا في مصر في ثقافه ان او هي وصمه، اللي هيروح لطبيب نفسي او عصبيه فهو يبقى ايه؟ مجنون. فطبعا دي حاجه او صفه سيئه جدا، او حاجه اصبحت منتشره، ان الطب النفسي منتشر بالجنون او مربوط بالجنون. طبعا الامر ده مختلف تماما. هنا هرجع لسؤالك، طبعا الموضوع بيبقى امتى اروح لمختص او امتى اروح لطبيب؟ لما احس ان انا بدات اتعطل او بدات المشاكل تزيد عليا. والتعطيل جزئين، في تعطيل كلي ان انا بدات اتعطل في ادواري، مش مثلا بكمل دراسه، مش عارف اكمل دراسه، في حياتي، في شغلي، في تعاملاتي مع الناس، بدات الامور دي تتعطل او تتاثر، لازم اروح لمختص. بس الناس بتمر بمراحل قبل ما بنقولنا، بيروح لمشايخ، بيروح لدجالين، بيروح لقساوسه، كل اللي تتخيلوهم بيروح ليهم، بس اخر حاجه بيجي لنا في الاخر. بس طبعا في ناس عندها وعي، وده بس ده مش صح يا دكتور، بدا يزيد ان الناس وعيهم بالطب النفسي وبالصحه النفسيه وبالعلاج النفسي. وطبعا دي حاجه بتفرق قوي، كل ما تروح بدري وانت تعبان كل ما الشفاء والتعافي بيكون أسرع. لا، الدجالين والمشايخ والقساوسة والكلام ده كل واحد ليه دور، ما عدا الدجالين. يعني أنا بتكلم على الشيخ أو القس، ده ليه دور أكيد، بس ملوش علاقة بالعلاج. إحنا العلاج ليه ضوابط وليه معايير. المريض بيدخل العيادة عندنا بيبدأ يتعمل له تقييم وتشخيص كامل، نبدأ نحدد له المشاكل اللي عنده، سواء مشاكل خاصة بالمزاج، خاصة بالقلق، خاصة بالوسواس، خاصة بالانحرافات، بيبدأ وبنبدأ نشتغل عليها بشكل منهجي وبشكل علمي. وبنسبة بقى مشاكل والأمراض، يعني ساعات بنحس إن فلان أوت أوف مود، أو اللي هو يعني بيتكوكع جوه نفسه كده، يقول لك أنت فين؟ فلا يقول لك لا أنا كنت مكتئب، عندي حالة اكتئاب. فإمتى وإزاي نعرف إن ده اكتئاب فعلا بجد، وإيه مراحله وإزاي نقدر نعالجه؟ خليني اقول لك على حاجه، نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. في مزاج اكتئابي او مود اكتئابي، اللي هو حد متضايق، حد مش في المود، حد مخنوق، حد عنده مشاكل فصاحبها مزاجه مش رايق. بس ده اللي هو ممكن يطلع منه بسرعه، ده ممكن يقعد اسبوع اسبوعين او اقل، يوم اتنين تلاته وممكن يعدي. طيب طول عن كده اكتر من اسبوعين، ولازم بقى الحاله دي بدا ياثر على نومه. وخلي بالكم بقى من النوم، هنا في حتتين مهمين جدا او اكتر من جزء، يا نوم على طول، يا اما نوم متواصل، ينام لعدد ساعات طويله جدا، او مفيش نوم، او صعوبه في الدخول في النوم،
او نوم متقطع او ينام ويقوم يحس ان هو ما نامش. طب ده سبب الاكتئاب دكتور؟ حاسس ان انا مجهد جدا. طبعا الاكتئاب بيأثر على النوم وبيأثر على الاكل، بيعمل حاجه اسمها اضطرابات نوم دي اول حاجه، وبيعمل حاجه اسمها اضطرابات في الشهيه او في الاكل، يا اما ياكل بشكل كبير جدا يا اما ما ياكلش. تمام. ويأثر طبعا على اقباله على الحياه، انا مش عايز اكلم حد ومش عايز اعمل حاجه ومش عايز اروح شغل ولا اي نجاح بيفرق معايا ولا اي حزن بدا ياثر معايا. بس في نقطه برضو علشان الكلام يبقى منضبط، ده بيتم تشخيصه وتقييمه. والاكتئاب ليه انواع كتيره جدا بالضبط. واحيانا في بعض انواع الاكتئاب بتحتاج الى دواء عشان برضو نبقى عارفين الامور بتمشي ازاي. فهيحتاج لطبيب نفسيه عصبيه يقيمه وعلى اساسه هيكتب له دواء. واحنا الجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بالسايكوثيرابي اللي هي الجلسات النفسيه او العلاج النفسي بنبدا نشتغل معاه على تغيير افكاره ومعتقداته. لان هنا هو الاكتئاب جاء منين؟ الاكتئاب جاء من افكاره ومن معتقداته عن نفسه وعن الاخر وعن المستقبل وعن الماضي، عن حاجات كتيره قوي حساسه نوعا ما، بس شغلها بشكل سلبي بشكل مظلم. يعني دايما بنقول كده اول ما بيتعرض لمشاكل او اول ما بيقعد يفكر بيفكر بأسوأ السيناريوهات، بيستسلم. لا دكتور ما بيواجهش طبعا، بيستسلم وهي بتاخده في سكه الاكتئاب فبيطول معاه. تمام. في الوقت ده لازم زي ما محمد سال في الاول لازم يروح لمختص. هنا بقى اللي هينفع يقول لك انا هروح لشيخ ولا هروح لغيره ولا هحاول ولا هعمل، اتعطل وتعب لازم يدور على مختص علشان يساعد. دايما استاذنا ربنا يبارك في عمره الدكتور محمد نجيب الصبوه اللي علمنا العلاج يقول لك طلب المساعده قوه. يعني انت لما بتكون تعبان وتطلب المساعده من مختص فده طبعا قمه القوه علشان تطلع بشكل احسن. لان العلاج النفسي هو مش بيعالج بس، لا ده العلاج النفسي بيعالج وبيخليك تتعافى وبيعلمك مهارات وبيخليك افضل في التعامل مع الناس وبيخليك يفهمك زي ما انت قلت يا برافو عليك، وبيخليك تبني شخصيه افضل من اللي فاتت. فبيلمم او بيلم الشتات اللي جواك والامور اللي متبهدله وانت مش عارف انت رايح فين ولا جاي منين ولا عارف اخد قرار ولا عارف ادير ضغوطي ولا عارف اتعامل مع الناس، فبتبدا مشاكل كتير بتواجه. طبعا تبدا بتصاب بمشاكل. طب يا دكتور هل طرق العلاج بتختلف؟ يعني طرق العلاج النفسي ايه المتبع حاليا؟ هو العلاج طرق العلاج النفسي هو زي ما بقول لحضراتكم هي فيها نوعين او العمليه العلاجيه فيها نوعين. فيها طبيب نفسيه عصبيه ده خريج بكالوريوس طب معاه ماجستير ودكتوراه او ماجستير في الطب النفسي، وفي اختصاصي نفسي ده خريج اداب علم نفس بيكمل دبلوم علم نفس كلينيكي بيكمل ماجستير بيكمل دكتوراه بيتدرب على العلاج بشكل احترافي. نعم. الفرق في ايه؟ الفرق هنا الطبيب النفسيه العصبيه ده بيقيم ويشخص ويدي الدواء، وده الوحيد اللي ينفع يدي الدواء فقط لا غير، لانه هو اللي دارس الدواء وهو اللي دارس كل التفاعلات الطبيه والكيميائيه اللي خاصه بالنفس البشريه. اما الجزء الثاني اللي خاص بينا احنا كاختصاصيين نفسيين ده الجزء اللي هو خاص بالجلسات النفسيه. احنا بنشتغل بقى على جانب السلوك، جانب السلوك وجانب الافكار وجانب المعتقدات وجانب المهارات الاجتماعيه وجانب الكفاءه الاجتماعيه، ان احنا بنبدا نعيد بناء هذا الشخص من بس جديد. بس ده في تثقيف دلوقتي نفسي ان هو الجلسات دي بتبقى جروب مع بعض، فده حاجه كويسه بيخرج كل الطاقه السلبيه في كل حد. مظبوط. ما هو ده في علاج نفسي فردي ده اللي هو بيبقى واحد بس في السيشن، دي بتبقى العلاج موجه ليه هو. وفي جروب ثيرابي بتبقى مجموعه علاجيه، دي بتبقى مجموعة من الناس اللي عندهم نفس المشكلة يعني وليها سمات معينة. يعني الجروب ما بيتعملش ليه معايير معينة بنبدأ نشتغل عليهم. طبعا كل العمليات دي لما بتكون متكاملة سواء العلاج الطبي أو الكيميائي العلاج النفسي بنوعية الفردي والجمعي، لما الأمور دي بتجتمع مع بعض مع حتة كمان مهمة جدا 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 لو قعدت أقول من هنا لحد 100 سنة كمان، السياق اللي فيه المريض اللي هي بيئة المريض نفسها البيت بتاعه. احنا أحيانا بنقعد نشتغل مع المريض والسياق نفسه فيه مشكلة مش هنعرف نبعده. يعني ولد مثلا مراهق والأب والأم مش مساعديننا، هو عنده سواء مرض أو انحراف أو مشكلة،
فاحنا بنبقى شغالين في حته وعمالين نعدل وهم بيبوظوا الدنيا لو مش متعاونين معانا. ففي حاجه اسمها البيئه الامنه اللي هي السياق لو امن احنا بنعرف نشتغل كويس جدا. لو السياق مش امن احنا بنحاول نجيبهم وبنحاول نغير افكارهم ومعتقداتهم. فالسياق ده مهم جدا. يعني ايه السياق؟ البيئه اللي المريض فيها. طب دكتور احمد دلوقتي بقينا بنسمع عن مصطلح اسمه التنمر وبقى منتشر جدا في مجتمعنا. في ناس لسه لحد دلوقتي مش فاهمه يعني ايه تنمر وازاي ان الشخص اللي هو يعني بيبقى في الحاله دي يقدر يعالج نفسه او يوصل ايه للمجتمع. حتى خليني اقول لحضرتك الناس اللي بيتنمر بهم او التنمر ان حد يتريق عليا، حد يسخر من شكلي، حد يسف عليا بلغه الشباب، حد يقعد ايه يبهدلني في وسط مجموعه. هو ده التنمر بشكل مبسط جدا بدون الخوض في تفسيرات علميه او ايه. بس بتاثر فيه كمان في الاطفال. طبعا هي التنمر بيتم في كل مراحل العمر. بدايه من الاطفال لحد الكبار. بس هي القصه في ايه بقى؟ الناس اللي بيتم التنمر عليهم اللي هم الضحايا التنمر دول عندهم ضعف في توكيد الذات. يعني ايه بقى ضعف في توكيد الذات؟ اللي هي كلمه بتوديهم اللي هي بالشكل العام كده شخصيته ضعيفه، ما بيعرفش ياخد حقه، ما بيعرفش يوقف الاعتراضات دي بشكل كويس، ما بيعرفش يثبت نفسه في مكان معين. فبيبدا الناس تتكلم معاه بشكل سيء، يتهزق مره ويتسف عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وهو ما بيعرفش يرد عن نفسه. ده التنمر بالمناسبة أو ضحايا التنمر ده بيبقى ضحايا وبيجوا عندنا العيادة النفسية بسبب أن أنا مش عارف أتعامل. أنا بيتسف علي، أنا بيتضحك علي، بيأثر على فكرنا يا دكتور. طبعا وبيأثر على سلوكه. فده مضطهد فعلا. وده من الناس اللي بيبقى محتمل يجي لهم اكتئاب. أنا مش عارف أخد حقي. ويصاب بقلق. ده ما كانش اصلا هو عنده من الاول عنده اضطرابات وعنده امراض نفسيه. حتى لو بس هو في الغالب لما الناس بيتنمر عليهم او هو ضحيه ليه؟ لانه هو عنده ضعف في توكيد الذات وضعف في ثقته بنفسه. فبالتالي يدمر افكاره. هو بيسود له الحياه بالنسبه له خالص كافكار. هو انا وحش. وهنا بقى اسوأ حاجه بتيجي للانسان على الاطلاق ان الافكار السلبيه تجي له على مين؟ عن نفسي. الافكار السلبيه دي بقى عن نفسي. يعني احنا في افكار كتير، الافكار كتير منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي. ازاي نبتعد عن الافكار بقى السلبيه يعني؟ حلو، خلينا ناخدها من حته الجزء السلبي. افكارنا السلبيه طول ما هي ملازمانه وطول ما احنا بنفكر فيها، طول ما هتعطلنا في شغلنا، في حياتنا، في امورنا، في دراستنا، في الدايره اللي احنا بنلف فيها. طيب اول حاجه ممكن اعملها ان انا ما ابعدش عن الافكار السلبيه. الافكار السلبيه كده كده هتجيلي. ان انا اعمل ايه؟ رقم واحد، وبنعلم المرضى وبنعلم الناس في الدورات وبنعلمهم في كل مكان، ان اول حاجه افحص الافكار دي، اكتشفها. يعني ايه؟ يعني مثلا لما بيجي لك افكار عن نفسك ان انا غبي، انا ما بفهمش، انا مش واخد حقي، انا غير مرغوب فيا، ما استسلمش، دي افكار سلبيه. طيب هعالجها ازاي؟ تعال نشوف. هي جزء من اتنين، حاجة من اتنين، يا إما الأفكار دي حقيقية يا إما الأفكار دي وهمية. لو الأفكار دي حقيقية هبدأ أدور على حل للمشاكل دي، إن أنا أبدأ أحلها. لو مثلا أنا مش قوي مثلا في التعامل مع الناس، لا أنا هروح أتعلم مهارة اجتماعية إن أنا أبقى قوي مع الناس ويبقى عندي كاريزما وأبدأ أتواصل معهم بشكل كويس. دي كده حقيقية. طب مشاكل وهمية؟ مشاكل وهميه ان انا دلوقتي لو عملت اي حاجه هيجي لي مثلا هيحصل لي مشكله. طبعا. انا لو طلعت بره هيحصل لي مشكله. طب انا لو ما ذاكرتش كويس هصدق. جايله معلش عشان نقتل بالحلقه. ازاي نقدر نعزز ثقتنا في نفسنا عامه يعني؟ من المنطلق ده ان انا اعالج الافكار السلبيه عن نفسي. الافكار السلبيه اهو اللي مش واثق من نفسه. كل افكاره او معظم افكاره عشان ما نعممش سلبيه عن نفسه. ان انا ملياش لازمه، مهما عملت انا مش هنجح. بس هي لازم تكون في بدايه الطفوله، يعني من اول الطفوله على طول، يعني في اول سن الصغير عشان يبقى حتى طالع عنده ثقه في نفسه اكتر.
انا يعني ان انا ابني طفل ما هو ده مؤكد جدا ان هو لو كان في الطفوله هيبقى امر في غايه الروعه، تبقى اسهل كتير من الطفوله. طبعا الامور لما بنعلمها لاولادنا في الطفوله الامور بتفرق معاه جدا. ما هو معظم المشكلات اللي بتجي لنا في العياده بتيجي بسبب مشاكل التربيه ومشاكل الطفوله، المشاكل اللي اتعملت في الطفوله دي بتبهدل الدنيا سواء الطفوله او المراهقه. طبعا كل ما المشاكل دي اتلحقت بسرعه، ودي برضو بقولها من خلال البرنامج لو سمحت يا جماعه، انا معتذر جدا لحضرتك للاسف وقت البرنامج مش بجد مش ساعه ولينا، بس احنا بجد كان نفسنا نقعد مع اكتر واكتر مع حضرتك، واستفدنا جدا حتى بالمعلومات البسيطه اللي احنا خدناها حضرتك. تسلم يا ربنا يبارك فيك. شكرا لحضرتك الشباب. شكرا لك ولينا لقاءات ثانيه مع حضرتك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام للاسف دي كانت نهايه حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معاها بينا. بشكركم شكرا جزيلا واستنقلنا حلقتنا الجديده من برنامجكم عاش الشباب. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب.